السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم غادي نوجدوا فكرة ثانية للحلوة ديال العيد، ولا غادي تكون سهلة ومكونات سهلين. عندنا هنايا جوج بيضات وهذاك السكر ديال زهرة البرتقال، راه كنت وريته لكم في الاول ديال الفيديو. وغادي نزيدوا كاس ديال سنيده كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكاس ديال زيت ليسيور، وكاس ديال اللوز اللي كان بقى لي من الحلوة اللي كنت صايبت معكم البارح. طحنته في الهاشوار ودرت العبار ديال الكاس. بالنسبه اللي ما عندهاش اللوز، انا ما كانش بقى ليا النشا فدرت بلاصتو اللوز. نتوما تقدوا ديروا بلاصتو النشا، كاس ديال النشا وصافي، وتخلطوا المكونات ديالكم، وتبقاو تزيدوا كما قلت لكم الدقيق شويه بشويه. بقاو نزيدوا الدقيق ديالنا بشويه بشويه ونزيدوا الكاكاو. من بعد غادي نزيدو جوج خنشات ديال الخميره ديال الحلوه ولا البيكنج باودر. كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو غتلقاو كاع المكونات كاينين في الفيديو، وغنخليهم لكم في صندوق الوصف. ما في علاقة بنيت إلا لتلبية حاجة، إلا لتلبية حاجة. هذا الحال رأيتو صافي. هنا البنات ابخي ما جمعنا العجينه اللي جمعت لينا، غادي نديروها على شكل دوائر صغيره، وغادي نفرقوا بيناتهم، نخلو شويه ديال لاسباس بيناتهم. ضروري تدهنوا الطاوه ديالكم بالزيت باش ما تلصقش ليكم. صافي غنسدفو الكراسات ديالنا وندخلهم للفران يطيبوا. زاد احترامك.
صافي كيما كتشوفوا معايا هنايا البنات، صافي طابو خرجناهم من الفران ودرناهم في شكلاط كحل. ابخي دردرناهم بالكنافه، هذيك راه الكنافه كيما كتشوفوا معايا. غادي نحطوا القريصات هذوك الحليوه في الشكلاط هي الاول، و ونديروها في الكنافه. البنات راه الشكلاط درت لي بحال الطريقه ديال اللي درت معاكم في الحلوه الفايت، في الفيديو الفايت درت لي نفس الطريقه، درت لي معاه شويه ديال الزيت، غير هو جاني شويه ثقيل حيت ما كثرتش الزيت. كما كتشوفوا معايا هنايا البنات، غادي ندير كاع الكونتيتا اللي عندي نفس الشيء. انا نديرها في الاول هي في الشكلاط، ابخي عاد نديرها في الكنافه. صافي هنايا البنات، هذه هي الكونتيتا اللي عطاتني. صافي هنايا كانت ساليتها. صافي البنات، هذه هي الغزلطه فينال، ها كيفاش كتجي. الى وصلتوا حتى لهنايا في الفيديو ما تنساوش لايك وكومونتير، قولي لي كي جاتكم، ومبارك عواشركم، مبارك عيدكم، يدخل عليكم بالصحه والسلام، وان شاء الله تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا. بسلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.